خبر معانا وهنناقشه مع حضراتكم هو مفاجأة في الذكرى 26 على موت الأميرة ديانا اللي انتشر تسجيل صوتي ليها من التسعينات نشره المؤلف أندرو مورتن مؤلف كتاب ديانا هير ترو ستوري. والتسجيل كان فيه اعتراف من ديانا إنها عرفت من مامتها إن الملكة تشارلز كان متضايق جدا إن هاري كان ولد مش بنت. وردت مامة الأميرة ديانا على الأمير تشارلز وقالت له أنت المفروض تكون مبسوط لأنك محظوظ إن أنت عندك ابن بصحة كويسة. الحقيقة إن في الفترة اللي فاتت انتشرت وثائق كتيرة جدا للأميرة ديانا والملك تشارلز مسربة على السوشيال ميديا، وده طبعا غير الرياليتي شو اللي عمله هاري وميجان على تفاصيل كتيرة على الرويال فاميلي أو يعني العيلة المالكة اللي موجودة في الشو ده. تعالوا نروح للخبر التاني اللي معانا بعد كده. الخبر التاني هو للممثلة هالي بيري واللي الحقيقة انتقدت مغني الراب ديريك بعد ما استخدم صورتها في أغنيته الجديدة من غير ما يستأذنها. علق جمهور هالي بيري على الانستجرام بعد ما كتبت بوست بتقول فيه أحيانا بتكون أنت الراجل الكبير على الرغم من كونك امرأة. الجملة الحقيقة صدمت متابعينها وكان عندهم فضول كبير يعرفوا هي ليه كاتبة الكلام ده، وسألها واحد من الجمهور عن رأيها في استخدام صورتها الأغنية دريك الجديدة وكان ردها صادم وقالت ما استأذنيش ودي حاجة مش لطيفة، كنت متوقعة تصرف أفضل من كده، لما بيحبطك الناس اللي بتحبهم المفروض تكون أنت الشخص الأكبر والأعقل وتتخطى الموقف. وقالت كمان إن مسألة مبادئ وأصول وهكون سعيدة لو أنتوا كمان تفهمتوني. وبعدها كمان قالت دريك استأذنها إنه يستخدم صورتها ولكنها رفضت وقالت له لا إنها مش موافقة، وقالت لما أنت مقرر إنك تاخد الصورة وتنزلها على أغنيتك ليه بتاخد إذني من الأساس؟ الحقيقة عندها حق والله. قالوا نروح بقى للخبر اللي بعد كده.